إذن لدينا هذان الخطان المتوازيان، المقطع الخطي AB والمقطع CD، إنهما متوازيان، يجب أن أقول مقطعان خطيان متوازيان، ولدينا هذه الخطوط المستعرضة التي تقطعهما، فلدينا هذا الخط المستعرض BC هنا والخط المستعرض AD، وما يخبرنا به هذا الرسم هو أن المسافة بين A و E، علامة التجزئة الصغيرة هذه، هو أن المسافة هي نفس المسافة كالمسافة بين E و D. طريقة أخرى للتفكير فيها هو أن النقطة E هي نقطة المنتصف، نقطة المنتصف للمقطع AD. وما أريد التفكير به في هذا الفيديو هو هل النقطة E هي أيضا نقطة المنتصف للمقطع BC؟ إذن لدينا هذا السؤال هنا، هل النقطة E هي أيضا نقطة المنتصف للمقطع BC؟ Is E the midpoint of BC؟ وتستطيع أن تتخيل بناء على العديد من الفيديوهات التي رأيناها مؤخرا، من الممكن أنه يوجد شيء له علاقة بتطابق المثلثات، لنرى إن كنا نستطيع إيجاد بعض علاقات التطابق بين المثلثين الواضحين في هذا الرسم. لدينا هذا المثلث هنا في الأعلى على اليسار، ولدينا هذا الرسم في الأسفل هنا، هذا يبدو وكأنه يؤشر للأعلى، وهذا يبدو كأنه يؤشر للأسفل. إذن لدينا حزمة من الأشياء التي نعرفها عن الزوايا المتقابلة بالرأس وعن زوايا المستعرضات. الأكثر وضوحا هو أنه لدينا هذه الزاوية المتقابلة بالرأس، نعلم أن الزاوية AEB سوف تكون متطابقة، أو أن قياسها سوف يساوي قياس الزاوية CED. إذن نعلم أن الزاوية AEB، الزاوية AEB سوف تكون متطابقة، AEB سوف تكون متطابقة مع الزاوية DEC، مطابقة للزاوية DEC، وهو ما يعني أن لهما نفس القياس، ونعلم ذلك لأنهما زاويتان متقابلتان بالرأس، vertical angles، هما زاويتان متقابلتان بالرأس. والآن نعلم أيضا أن AB و CD متوازيان، إذن هذا الخط هنا وهو المستعرض، بالتالي نعلم مثلا في الحقيقة هناك عدة طرق لحل هذه المسألة، لكننا نعلم أن هذا هو المستعرض، أنه يوجد عدة طرق للتفكير بها هنا. إذن دعوني أكمل المستعرض حتى نستطيع أن نرى كل الزوايا. تستطيع أن تقول أن هذه الزاوية هنا، الزاوية AB، الزاوية ABE، ABE، إذن هذا هو قياسها هنا. تستطيع أن تقول أنها الزاوية الداخلية المتبادلة مع الزاوية ECD لهذه الزاوية هنا، وإذا لم تستطع قول ذلك سوف تقول أن الزاوية المتناظرة لهذه الزاوية هنا هي هذه الزاوية في الأعلى هنا. إذن قمت بتكملة هذا الخط للأعلى قليلا، فهذه هي الزاوية المتناظرة وهذه هي المتقابلة بالرأس، وفي كلا الحالتين فالزاوية AEB، دعوني أكتب ذلك، الزاوية آسفة يجب أن أكون واضحة هنا، الزاوية ABE، الزاوية ABE ستكون مطابقة للزاوية، إذن هذه ABE مطابقة للزاوية DCE، متطابقة مع الزاوية DCE، ونستطيع أن نقول لأنها زاويتها الداخلية المتبادلة، إذن زوايا داخلية متبادلة، سوف أكتب رموز هنا، ALT Alternative INT Interior Angles. ثم لدينا علاقة مثيرة للاهتمام، فلدينا
زاوية متطابقة مع زاوية وزاوية أخرى متطابقة مع زاوية، وثم الضلع المجاور متطابق مع الضلع المجاور. إذن وردي أخضر ضلع، وردي أخضر ضلع. إذا نستطيع أن نطابق AAS زاوية زاوية ضلع. هذا بالترتيب الصحيح. الآن نعلم أن المثلث يجب أن نتأكد من الحروف هنا أن تكون الرؤوس المتقابلة صحيحة. نستطيع أن نقول أن المثلث AEB، المثلث، دعوني أبدأ بالزاوية، الزاوية BEA. إذا بدأت بالزاوية الأرجوانية ثم نذهب للزاوية الخضراء ثم إلى الزاوية غير المعلمة، إذا الزاوية BEA نستطيع أن نقول أنها مطابقة، مطابقة للزاوية. نبدأ بالرأس الأرجواني C، نذهب إلى المركز E للزاوية، ثم نذهب إلى غير المعلمة D، ونعلم ذلك بسبب زاوية زاوية ضلع، وهما يتقابلان الضلع الأرجواني والأخضر. الضلع الأرجواني والأخضر كلها متطابقة. إذا هذا من AAS، وبالتالي إذا علمنا أن كلها متطابقة، فهذا يعني أن الأضلاع المتقابلة متطابقة. بالتالي نحن نعلم أن هذا الضلع، إذا نعلم أن هذان المثلثان متطابقان. هذا يعني أن كل أضلاعهما المتقابلة متطابقة. إذا نعلم أن طول BE، نعلم أن طول BE، طول هذا المقطع BE سوف يساوي، وهذا هو المقطع بين الزاويتين الأرجوانية والخضراء، الضلع المقابل هو الضلع CE بين الزاويتين الأرجوانية والخضراء سوف يساوي CE، وهذا ينتج من العبارة السابقة. إذا رقمناها هذه 1 وهذه 2 وهذه 3، إذن هذا ينتج من عبارة 3. إذن لقد أثبتنا أن E هي نقطة المنتصف لBC، وهذا ينتج مباشرة من حقيقة أن BE يساوي CE. بالتالي أستطيع أن أعلم هذا بعلامة التجزئة، هذا المقطع الخطي هنا مطابق لهذا المقطع الخطي هنا، لأننا نعلم أن هذان المثلثان متطابقان. وقد كتبت هنا من غير قصد البرهان ذو عمودين، فهذا هنا على الجانب الأيسر العبارات statement، العبارات statement، وعلى الجانب الأيمن كتبت المبررات reason، وقد انتهينا.